عقدت تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ورشه عمل بعنوان مشاركه الشباب في العمليه الانتخابيه وبدات الجلسه بالوقوف دقيقه حدادا على شهداء فلسطين وتناولت مناقشة المسار السياسي الديمقراطي في التاريخ المصري وقراءة في مفاهيم الشباب بمختلف فئاته. كما تمت مناقشة ضرورة مشاركة الشباب في صياغة العملية الانتخابية من خلال تمثيلهم ومشاركتهم مع الهيئة الوطنية للانتخابات وعقد الملتقيات داخل الجامعات. لزيادة نسبة المشاركة ووضع برامج مناسبة تخاطب الفئات بمختلف توجهاتها من خلال الرد علي استفساراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كذلك المشاركة السياسية للشباب وعقد لقاءات متنوعة للتعرف علي افكارهم